مرحبا بكم متتبعي مسلسل العروس، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 50 مترجمة للعربية. وفضلا منكم صديقتي لا تبخلوا علي بلايك للفيديو ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء. وفي بداية الحلقة كما نشاهد كانت مقدر تنظر إليهم من بعيد وكانت تقول: لقد قلبت أقرب شخص لي أخي العزيز ضدي، وجلبت النار إلى منزلي. إن لم أكن مقدر دبوغلو أقسم أنني سوف أحرق. هيا تعالي تعالي. وفي هذه الأثناء كان جيهان يقول لهانجر: أنت لم تقولي أي شيء، أين نظرت؟ قالت له: أعتقد أنني رأيت أمك. قال لها: انسي أمي، أريد أن أرى زوجتي في المساء. وبعدها سألها: ألن تقولي شيء؟ قالت له: كما تريد. وقال لها: هيا اذهبي الآن واعتني بأخيك، أراك في الليل. رغم أني لا أعرف كيف سوف يمضي الوقت. وذهبت هانجر وهي تبتسم من كلامه لها. وبعدها عندما دخل جيهان للقصر، أتت مقدر إليه وقالت له: جيهان، أنت ماذا فعلت؟ هل نسيت الوعد الذي قطعناه لعمك؟ قال لها: أمي، عمي لديه الفطرة السليمة للتعلم وفعل ما كان يجب عليه فعله. لقد منعت بيزا من مغادرة القصر، وأدرك عمي هذا، وأدرك أن الأمر لن ينجح، وأخذ ابنته وغادر، ولم يكن علي أن أقول أي شيء. قالت له مقدر: أنت لا تدرك مقدار الخطر الذي سيحدث. قال لها: ما هو هذا الخطر؟ أمي، قولي لي، هل هناك شيء؟ لا أعرف. قالت له: أنت لا تعرف ما هو؟ ألم ترى كيف عائلتنا تفككت؟ لم تقل له على أن عمه يحاول أن يفعل شيء سيء له. قالت له: بسبب تلك الفتاة سوف أفقد أخي بسببها، وعمك لا يستحق هذا، وبيزا كذلك. قال لها: قلت لك يا أمي، بيزا وأنا تطلقنا ولدي زوجة الآن، وأنا حر في العيش معها كما أريد، وأنا لم أطلب منها المغادرة من المؤتمر الصحفي. وعمي أدرك الأمر وأخذها من هناك وفعل الصحيح. وقالت له: أمه، وهل زوجتك تعرف أنها زوجتك؟ قال لها: إنها زوجة سابقة يا أمي. وهنجر: لا تهتم، حاولت أن أخبرها عدة مرات لكنها لا تهتم حتى. وقالت له: بالطبع إنها تهتم بالقصر، فالقصر هو همها. قال لها: إنها زوجتي وزوجة ابنك، وسوف تعيش تحت هذا السقف، هذا المنزل، ولا مزيد من المشاكل. سوف تأتي هذه الليلة. ثم قالت له: مستحيل، إياك أن تفعل هذا. يمكن أن يكون أخاها يعيش معها إذا كانت تشعر بالوحدة ويعيش هناك، لكن سيكون من الخطأ أن تأتي إلى هنا إلى هذا القصر. قال لها: زوجتي تنتمي إلي وإلى جانبي، وسوف تأتي هذه الليلة. وانتهى وتركها وذهب. ومر الوقت، وفي هذه اللحظات كانت السيدة فاطمة وابنتها والخادمة في المطبخ يطبخون. ثم بعد ذلك دخل ابنها وقال لها: هل هناك فطائر معجنات؟ قالت له: لقد طبختها لك يا ابني. وكانت أمه وأخته يتحدثون بأن يظل معهم في الطابق السفلي، وكانت تقول له: سوف أتحدث مع السيد جيهان. وبعد ذلك أتت طفلة سينم وكانت تتحدث معه، ودخلت سينم وكان ينظر إليها بإعجاب. وبعدها شكرتها فاطمة وقالت لها: شكرا لأنك في الليلة الماضية فتحت الباب إلى ابني. وقالت لها: العفو. وبعد ذلك كان أخاها يسأل عن من هي، وقالت له: هذه السيدة سينم هي زوجة ميتين، ولقد توفي زوجها لقد توفي زوجها في وقت مبكر، وهي الآن أرملة وهي صغيرة. وبعدها التقى جيهان بابن فاطمة وكان يتحدث معه. وبعدها أتت فاطمة وكانت تتحدث مع جيهان من أجل أن يظل ابنها معهم في القصر إلى حين انتهاء إجازته. وأتت الطفلة وقالت له: هل أنت كابتن سفينة ضخمة؟ قال لها: ليس بعد يا صغيرة. ثم بعد ذلك أتت سينم وكانت تريد أن تأخذ ميني إلى المدرسة، وقال لها جيهان: لا تحاولي ذلك، أنا سوف أخذ الطفل، وكذلك سوف أخذ الطفل إلى المدرسة في طريقي. وأخذ جيهان الأطفال بسيارته إلى المدرسة، وكانت سينم تنظر إلى ابن فاطمة وهو كذلك ينظر إليها بإعجاب، ويبدو على أن ابن فاطمة هو الذي سيكون السائق للأطفال. ومر الوقت، وكان جيهان في الشركة، ودخل إليه إنجل وكان يتحدث وكان يقول: رائع،
لقد حققت مجموعة هانجر نجاحا كبيرا، وأنت تقول دائما أن الانطباعات الأولى مهمة جدا، وسوف نحطم الأرقام القياسية في المبيعات، أليس كذلك؟ ولكن جيهان كان في عالم آخر وكان يفكر، ونظر إليه إنجيل وقال له: جيهان هل أنت بخير؟ ما بك؟ ثم قال له: أنا أشعر براحة. قال له إنجيل: أفترض أنك قمت بتسوية الأمور مع هنجر. وكان يحاول أن يسأله وقال له: هل تحدثت مع هنجر بخصوص بيزا؟ قال له جيهان: نعم لقد تحدثت، أو بالأحرى حاولت أن أتحدث، ولكن هنجر كانت لا تريد أن تسمع أشياء عن الماضي. ثم قال له: عمك كان غاضبا جدا الليلة الماضية، ومن الواضح أن هذه القصة ستبقى مفتوحة. قال له: أنا ضميري مرتاح لأني حاولت فتح الموضوع وهي لم ترد. ليس هناك ما نقوله على أي حال. لقد كان توقيعا ل7 سنوات، لقد كان زواجا قيصريا. قال له: ماذا لو فعلت بيزا شيئا؟ قال له: لقد انتهى الأمر والزواج. ثم قال له: يبدو أن الأمر لم ينتهي بالنسبة لبيزا ولا لعمك. وقال له: لقد فعلت ما فعلت وليس لدي أي علاقة معها. ودخلت السكرتيرة لأجل إرسال الزهور لهانجر وقالت له: لقد تم استلامها. وقال له إنجيل: هل أرسلت الزهور لهانجر؟ إنه أمر رائع، يبدو أن هانجر قد غيرتك. آه إنه العشق القوي قادر أن يغير كل شيء. واستلمت هانجر الزهور وكانت سعيدة بهم وقرأت الملاحظة ويقول لها: لا أستطيع الانتظار للعودة للمنزل. ودخلت مقدر إلى غرفتها وأخذت الرصاصة التي قتل بها زوجها، وكانت تتخيل عندما كان أخاها يقول لها: انظري إلى هذه الرصاصة وضعيها، تبقى دليلا على ما يمكنني فعله من أجلك. وكانت تتخيل عندما كان يخبرها في الهاتف، عندما قال لها: أخبرتك ذات مرة أنني لن أتردد في بذل قصارى جهدي من أجلك، إذا رأيت الخيانة في المقابل فالعدو الأكبر هو أنت، سيكون أنت. ثم بعد ذلك كانت تقول لها: اسمعي. قال لها: أنا وفيت بوعدي يا أختي، ولكن أنت لم تحافظي على ذاك الوعد. كان يهددها بابنها وكانت خائفة جدا. وفي هذه الأثناء كان ذاك الرجل يقول لها: هيا أخبرني ماذا سوف أفعل، هل أراقبه أم أفعل شيء آخر؟ قال له نصرت: جيهان هو الذي سوف يقرر كيف سوف ينتهي هذا الأمر، دع عيناك يقضى عليه، وأنت تعرف ما يجب عليك فعله عندما أتصل بك. وفي هذه الأثناء استعدت هانجر لكي تتجهز وتذهب إلى القصر، وقالت لها داريا: أوه كم أنت جميلة. قالت لها: هل مكياجي ثقيل؟ هل أذهب لكي أخفف منه؟ قالت لها: لا، إن جيهان سوف يعجب بك كثيرا. هكذا. ثم قالت لها: لا أعرف، أنا لست معتادة على وضع المكياج. والسيدة مقدر لها قدم على القبر، وأنت سوف تصبحين سيدة القصر، هيا اذهبي لمقابلة زوجك. وكانت داريا سعيدة جدا، وذهبت هانجر وهي سعيدة إلى المنزل. ثم أتت مقدر وقالت لها: ماذا تريدين؟ قالت لها: لقد قال لي جيهان بأن أنتظر هنا في القصر، لهذا جئت. وقالت لها مقدر: قالت لها: يمكنك الانتظار هنا عند الباب، إذا كنت ذكية فلا تدخلي هذا المنزل حتى لو اتصل بك جيهان، وإلا الحرب سوف تندلع. وأقفلت عليها الباب، وظلت هانجر في الباب تنتظر حتى أتى جيهان. وقال لها هانجر: ماذا تنتظرين هنا؟ لماذا أنت هنا عند الباب؟ ثم قال لها: أو هل أنت انتظرتيني هنا؟ قالت له: نعم. عندما فكرت ماذا قالت لها مقدر، قالت له: لقد انتظرتك هنا. وأمسك بيدها وقال لها: يديك باردتين. ثم بعد ذلك دخل إلى القصر وكانوا هما في طاولة العشاء، وكانت سعيدة سينا بوجودها، وكانت كذلك هانجر سعيدة، وكانت مقدر غير راغبة بهذا. وبعد ذلك كانت تحاول جيهان الجلوس بجانب مقدر، ولكن مقدر منعتها وقالت لها: لا يمكنك الجلوس هنا. وفي هذه الأثناء كانت يونكا في الحمام وهي تحاول أن تعمل اختبار الحمل، وكانت خائفة جدا من أن تكون حامل، أو أنها سعيدة لكي تكون حامل حتى تكتسب الإرث من نصرة. وبعد ذلك أتت إليها بيزا وقالت لها: هيا اخرجي.
وخرجت وهي متوترة وقالت لها حسنا انتهيت يمكنك الدخول، وكانت بيزة تنظر إلى أن هناك شيء. وفي هذه الأثناء تنحت سينم إلى الجانب الآخر لكي تجلس جيهان لكي تجلس هانجر بجانب جيهان، وكان ينظر إليها. وكانت الفتاة سعيدة وتقول لها هل سوف تبقين هنا أيتها سندريلا؟ وكانت سعيدة بها. وقال لها جيهان نعم. جاءت الأميرة إلى قصرها. الآن سوف نعيش جميعا معا. وكانت سعيدة وتقول أنا سوف أراك دائما في هذا وسوف تقدمين لي الظلمة. قالت لها نعم بالطبع. وكانت مقدر تقول لها إذا كنت تريدي الظلمة ففاطمة سوف تفعل ذلك ومهمتها هو الطبخ. ثم كان يقول جيهان السيدة مقدر تقول هذا الكلام ولكنها لا تسمح لأي شخص بالدخول إلى المطبخ عندما تقوم بإعداد الزلابية. ونظر إلى هانجر وقال لها يمكنك الدخول في أي وقت إلى المطبخ فهذا منزلك. ومر الوقت وكانت كلثوم تقدم لهم الطعام. وبعد ذلك كانت هانجر تبحث عن بيزة وقالت لهم أين هي بيزة؟ وقال جيهان بيزة لم تعد تعيش في هذا المنزل. وقالت مقدر سوء كانت تعيش هنا أم لا، سيكون لها دائما مكان في هذا المنزل. وبعدها هانجر كسرت شيء من على الطاولة ووقع على الأرض وكانت خائفة جدا وتعتذر من السيدة مقدر وتقول لها أنا أسفة حقا على ذلك. وقالت لها مادام أنت عروس هنا في هذا القصر فعليك أن تتصرفي وفقا لذلك. ونادت إلى كلثوم لكي تنظف الزجاج وكانت هانجر تعتذر وتتأسف كثيرا. وكانت هانجر المسكينة تعتذر من كلثوم وقالت لها أنا أعتذر وأسفة لأنني تسببت لك في المتاعب. وقالت لها لا داعي لكي تعتذري من أي شخص، كل واحد يعرف قيمته في هذا المنزل. وكان الجميع ينظر إليها وكان جيهون لا يعجبه الأمر وكلام أمه. وبعد ذلك أتى جيهون بهانجر إلى الغرفة إلى غرفتهم وكان ينظر إليها ويمسك بيديها وينظر إليها بإعجاب. ثم جلسوا على السرير وكان ينظر إليها بإعجاب تام وقال لها توقفي عن التفكير عن سبب وجودك هنا، فهذا قصر ديفي وغلو وأنت سيدة هذا القصر، فمرحبا بك في منزلي ومرحبا بك في قلبي. وكانت تغمض عيناها وتنتظر لكي يقبلها أو شيئا ما. وكان فقط جيهان ينظر إليها ويتطلع إلى جمالها. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم صديقتي لا تبخلوا علي بلايك للفيديو ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء، وكذلك لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد المسلسل.